مئات من الطلاب نفذوا اليوم سلسلة من الاحتجاجات شهدتها الجامعة، وكان أبرزها الاحتجاج الأكبر أمام رئاسة الجامعة في مركزها في السلط، وكان نقطة البداية لامتداد لاحتجاجات طلابية وصلت إلى كافة كليات الجامعة في أرجاء المملكة. لمناقشة هذا الموضوع أستضيف معي في الاستوديو في هذه الحلقة من عين الحدث سعادة الدكتور سعد أبو قديس نائب رئيس الجامعة، أهلا بكم. والطالب عبد الله الحموري أهلا بك، والطالب أسامة اللحام أهلا بك. وأستأذنكم بدءا بسعادة الدكتور نائب الرئيس. دكتور، يعني اليوم الجامعة احتضنت احتجاجا كبيرا، يعني شارك به المئات من الطلاب وامتد من ساعات الصباح الأولى حتى نهاية الدوام، ولوح الطلاب بأن هذا الاحتجاج سيمتد إلى يوم غد وبعد غد بما يتعلق بالمطالب التي رفعوها، سواء ما يتعلق بنظام العلامات وقضايا مطلبية أخرى يحتج الطلاب من أجلها اليوم. بداية شكرا لك فارس، شكرا لقناة الأردن اليوم على هذه الاستضافة لتوضيح هذا الموضوع. وقبل أن أبدأ بالموضوع اللي حضرنا لنقاشه، أود أن أوضح نقطة. ما طلب به الطلاب هو إسقاط نظام العلامات، وصحيح أن هناك كان بعض مئات من الطلبة، لكن احنا خلينا نتذكر شغلة أنه جامعة البلقاء التطبيقية فيها 43 ألف طالب. نعم، والعدد يعني أنت تبدو ملاحظة على مسألة إسقاط الرئيس. صحيح، ولكن وصلتنا بيانات ومذكرات من الطلاب حملت هذا الشعار. قد تكون وصلكم بيانات، ولكن ما طلبه فيه الطلبة أثناء الاحتجاج هو إسقاط. وسمعنا هتافات على الفيديو مسجلة، ولدينا طلاب حاضرين في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع. سيبدو رأيهم على كل. نعم. هناك عدد قد يكون تجاوز 200 طالب أو أقل من 200 طالب هم من قاموا بالاعتصام في هذا اليوم، وهذا يمثل نسبة من الطلاب في جامعة البلقاء التطبيقية الذين يزيد عددهم عن 43 ألف طالب. فهناك بعض الطلاب غير راضين صحيح عن نظام العلامات، لا ننكر ذلك، وهم أبنائنا ولهم الحق في إبداء رأيهم، ونحن نحاورهم ونوضح لهم كثير من الأمور التي تخفى عليهم. على كل، هناك بالجهة المقابلة عدد كبير من الطلاب من هو لاقى استحسانا كبيرا لهذا النظام وراضي عنه بالمقابل، وهم عددهم أيضا عدد كبير جدا. على كل، خلينا نرجع لموضوعنا اللي هو موضوع نظام العلامات. وبداية اسمح لي أنه يعني أحكي مقدمة عن النظام المتبع للعلامات في الأردن. في أي مؤسسة تعليمية هناك طريقتين للعلامات، إما العلامات من النسبة المئوية أو علامات من 100، أو نظام الأحرف أو الرموز. الآن جامعة البلقاء التطبيقية تطبق نظام الأحرف والرموز لمرحلة البكالوريوس منذ سنوات عديدة، وقد تكون السباقة بين الجامعات الأردنية في تطبيق هذا النظام. ما تم حديثا هو ليس تطبيق نظام جديد، وإنما تم حوسبة نظام أصلا موجود، ومن خلال هذه الحوسبة يتم استبعاد التدخل البشري في تحويل العلامات. أما ليس هناك نظام جديدا وليس هناك علامات جديدة. لما بنحكي عن أنظمة العلامات، حكينا في نظام علامات من 100 وفي نظام علامات من أحرف، كل واحد له حسناته وله سيئاته، وقد يكون حسنات نظام الأحرف أكثر من سيئاته بكثير مقارنة مع نظام العلامات المئوية، لأنه من مزايا هذا النظام على سبيل المثال أنه يعني يلغي الفروق البسيطة. أحيانا لما تكون علامة 83 عن طالب وعلامة 81، قد يكون طالب 81 هو فعليا أداؤه أكثر من 81، ولكن بسبب التدخل البشري بسبب تصحيح العلامات أدى أنه هذا الطالب يظهر أنه أفضل من هذا الطالب. هذا الكلام لا يظهر في نظام الأحرف، كون نظام الأحرف يقسم الطلاب إلى مجموعات، المجموعة المتميزة من الطلاب تأخذ علامة A بغض النظر عن العلامة التي حصلوها، وهي واحدة من مزايا نظام الأحرف. على سبيل المثال، قد يكون طالب حصل على علامة 75 أو 70 ويحصل على علامة A. نعم. إذا أنا كنت مدرس متشدد في علاماتي، قد تكون على عندي على علامة عندي 75، ومدرس بدرس نفس المساق ومتساهل قد تكون على علامة عنده 95، وبالتالي فيها نوع من الظلم للطالب اللي درس في هذا الشعبة وفي الشعبة الأخرى. نظام الأحرف يلغي هذا الظلم، لأنه بيعتبر 75 هو حصل على A وال 95 أيضا حصل على A، وبالتالي هو بقيس مستوى الطالب بالنسبة لمجموعته من الزملاء اللي في نفس المساق، وبالتالي الطلاب اللي أعلى طلاب يعني هم المتميزين هم بحصلوا على A بغض النظر عن العلامة المئوية اللي حصل عليها، وبالتالي يلغي الفروق بين المدرسين المختلفين. هاي نقطة من حسنات النظام. وبالتالي هذا زي ما ذكرت، هذا النظام مطبق منذ فترة طويلة، تمت حوسبته،
ليس هناك شيء جديد. كيف تمت حوسبته؟ ليس جزافا. في لجنة شكلت من مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية قامت بدراسة الأنظمة المختلفة في تحويل العلامات من علامات مئوية إلى أحرف. هناك أنظمة مختلفة تتبع في الجامعات المختلفة والمؤسسات التعليمية المختلفة لتحويل العلامات المئوية إلى أحرف. على سبيل المثال في طريقة العلامات الثابتة، على سبيل المثال حتى تحصل على A لازم يكون حصلت علامة أكثر من 95، حتى تحصل على A- بين 90 و 94. هذه الطريقة صحيح هي من حول الأحرف ولكن تأخذ يعني سيئات نظام العلامات المئوية. نعم. وبالتالي احنا في جامعة البلقاء لن نتبع هذه الطريقة. في طرق أخرى ممكن اتباعها اللي هي عن طريق الانحراف المعياري، بيقسم العلامات إلى مجموعات وتوزع على الأحرف حسب تقسيم معين باعتمادا على الدكتور. لماذا كل هذا التعقيد باحتساب علامة الطالب وهنالك يعني نظم أكثر شفافية ووضوح؟ السفارس هذه نظم عالمية متبعة في كل الجامعات اللي بتكلم عنها، ليس في جامعة البلقاء التطبيقية. نعم. وخليني أكمل أيضا، إحنا الطريقة اللي بتعتمد الانحراف المعياري ما اتبعناها لأنه فيها في بعض الأحيان قد تحجب بعض الفئات، قد تحجب فئة الـ A، قد تحجب فئة الـ B+، فبالتالي إحنا حتى ما يظلم الطالب أيضا ما اتبعناها. إحنا اتبعنا طريقة بسيطة جدا في تحويل العلامات اللي هي نسب مئوية. على سبيل المثال أعلى 5% من الطلاب بياخذوا علامة الـ A بغض النظر عن علامتهم، أعلى 6% بياخذوا A-، أعلى بعدين بيجي 7% بياخذوا B+، في 9% بياخذوا B، في 11% بياخذوا B-، في 12% بياخذوا C+، ومرة ثانية بترجع حتى يكون التوزيع طبيعي السي والسي ماينس نفس النسبة بتاخذ بشكل مناظر للعلامات. يعني دكتور مشان نوضح اكثر يعني السادة المشاهدين، يعني الان هذا النظام هو مطبق في اكثر من جامعة اردنية مطبق ما عدا جامعة البلقاء. نظام الاحرف، النظام هذا المتبع المحوسب العلامات هو مطبق في جميع الجامعات الاردنية التي تتبع نظام الاحرف. نعم. واحنا الان ما مثل ما حكيت ما جئنا في نظام جديد، احنا كل اللي عملنا ان حوسبنا هذا النظام، ولما اخترنا طريقة التحويل الأحرف زي ما حكيت لك اخترنا طريقة النسب. وحتى ما لماذا الاحتجاج فقط في جامعة البلقاء على هذا النظام؟ كان النظام السابق اليدوي يدخل فيه تدخل البشري بعض الأحيان، وبالتالي قد يعني يكون طالب بحاجة إلى علامة إلى علامتين حتى يحصل درجة ثانية، قد تتساعد أو تعاون مع عضو هيئة التدريس حتى يحصل درجة مختلفة. الآن لما صارت في عملية حوسبة، نعم، هذه الخاصيه التغت، وبالتالي صار اوتوماتيكيا العلامات تحول حسب توزيع العلامات في هذا المساق، وبالتالي انتفى التدخل البشري. ولكن هناك فوائد لهذا النظام، خليني اعطيك. احنا صحيح اخذنا نظام النسب بس بنفس الوقت ما اخذناه على اطلاقه حتى ما يظلم طالب. يعني احنا اخذنا على سبيل المثال 5% مفروض 5% و6% 11% مفروض يكون A و A minus. نعم. بس لم نسمح، حطينا شرط في النظام انه اي طالب حصل علامة اعلى من 90 يجب ان يكون A او A minus، لا نسمح ان يكون اقل من ذلك حتى لو تجاوز نسبة ال 11% الموجودة اللي هي 5% و6%. بنفس الوقت لم نسمح للنظام لأي طالب انه يرسب اذا حصل على علامة اعلى من 50%. يعني اي طالب حصل على علامة اكثر من 50% لا يمكن انه يعني لا ينجح في هذا المساق، لازم ينجح بغض النظر عن النسب وبغض النظر عن التوزيع. احيانا في علامات زي ما حكيت ممكن يكون مدرس متشدد. على سبيل المثال في هذا الفصل في طالب علامته 57% وحصل على علامه A، معنى ذلك انه احنا انصفنا الطالب هذا لانه كان في تشدد بالعلامات. هذا هو المنحنى، يعني المنحنى الطبيعي. نعم. المنحنى الطبيعي، وبالتالي احنا انصفنا الطالب بالرغم من انه علامته 57% بس كان يعتبر بالنسبه مقارنه مع زملاء الطلاب في نفس الشعبه كان يعتبر من افضل الطلاب، وبالتالي حصل على علامه A بالرغم من علامته 57%. وبالتالي فيها نوع من العداله حتى ما يظلم الطالب. فاحنا صحيح اخذنا نظام النسب المئويه في النظام ولكن حطينا شروط في النظام بحيث انه ما يظلم اي طالب. الآن احنا قارنا العلامات، يعني ما اجى القرار جزافا باستخدام هذا النظام. زي ما حكيت شكلت لجنة مجلس العمداء درست الأنظمة المختلفة اختارت هذا النظام تمت حوسبته، تمت عملية تجريب على النظام الذي سيتم اتباعه على علامات الفصل الصيف الماضي والفصل الثاني الماضي، وتمت عملية مقارنة وعندي بعض يعني الرسومات تبين هذه المقارنة. سننتقل دكتور للحديث عن بس خلينا ننتقل يعني مشان انه الوقت يكون عادل والحديث يكون عادل ايضا ما بين الجميع الضيوف. يعني عبد الله، النظام كما يروي الدكتور بانه عادل والنظام مطبق باكثر من جامعة، وانتم اليوم خرجتم
خرجتم اليوم في احتجاج كبير وواسع جدا، كان من بين مطالبكم ما يتعلق بنظام العلامات، وإن كان الدكتور قد يعني أبدى ملاحظة على مطلب إسقاط الرئيس، ونحن قد سمعناه بفيديو يعني نشر على السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي لطلبة داخل حرم جامعة البلقاء التطبيقية طالبوا باعتصام اليوم بإسقاط الرئيس. تفضل عبده. طبعا نتعلم منها طبعا من دكاترتنا دكتور سعد ابو جلس دكتور القدير، لذلك نبدا في الشكر للاستضافه الكريمه. طبعا نبتدا طبعا في لما حكى الدكتور عن العدد اللي طلع، انت بتحكي انه تقريبا عدد 100 ل 200 طالب ما بيمثلوا 43,000. طب ما هو جامعه البلقاء التطبيقيه اكثر من 10 فروع، اربد، الكرك، عجلون، 15 كليه. 15 كليه، اكيد مش كل الطلاب مقدرتها انها تطلع وتوصل لها تقدر توصل صوتها. وفي جامعه البلقاء بنفس الوقت ما في مجلس طلبي يمثلها، هاي يعني ملاحظه الكل التفت لها اليوم. لذلك اذا كنت منتبه يعني في الاعتصام ما كان في شخص واحد يمثل، كان هدفنا في الاعتصام انه كلنا ممثلين، كلنا ما في اي حدا او شخص معين بامكانه يفوت يوصل للرئيس ويطلع لنا قرار. هاي كانت نقطه مهمه صراحه. النقطة الثانية هسه اللي هو نظام العلامات اللي هو الموضوع او اللي هو المحور الرئيسي. صراحة ما دام هو مش شيء مستجد علينا، ما انه ما غير شيء بس اللهم انه حوسبة. صحيح. كيف نقدر نفسر كمية الرسوب والعلامات المتدنية اللي طلعت الطلاب في هاي الفصل؟ هل هو الضعف من الأكاديمي؟ طيب أنا يعني في عندي إحصائيات. أكيد يعني مش في 15 كلية كلهم في هذا الفصل بالذات وصلهم الضعف الأكاديمي. ثاني شغله برضو يعني بالنسبه لنظام المحوسب، سؤال لك انت تفضلت دكتور، انت مدرس سابق اكاديمي يعني وحالي لو وجهت لك سؤال انه مين بيفهم مثلا عندك ماده معينه، مين بيعرف تقدير الطلاب او مستواهم او ايش مستوى الماده تمام وبقدر يحكم عليهم على علاماتهم؟ في عندك علامات مشاركه برضو من تقييم الدكتور، يعني الدكتور هو أولى أنه يحكم على الطالب وعلى علاماته من أنه جهاز حاسوب هو اللي يشتغل الموضوع هذا. يعني هو العام هذا الفصل الدراسي هذا نسبة الرسوب مرتفعة جدا يعني. مرتفعة. وهذا ما وجهه جميع الطلاب يعني نسبة تحديدا. الرسوب في نسبة العلامات المتدنية. نعم. يعني الطالب كان يتأمل يحصل على بي حصل على العلامة سي مثلا. مش شرط أنه راسب بس لكن علامة متدنية وتعتبر نسبة العلامات الثانية. فكان الدكتور لما كان يشتغل على العلامات أو على كير العلامات لصالح الطالب كانت تطلع العلامات اكثر، فالطالب يقدر يرفع معدل. نعم. غير انه يرفع معدل الطالب، عندك طلاب مكرمات، عندك طلاب منح، كلها بحاجه لو علامه واحده من سي للبي لترفع معدلها مثلا على الاثنين. نعم. يروح عنها انذار. يعني اسامه ماذا لديك؟ تفضل. زي ما حكى عبد الله. نعم. انه فعليا يعني الطلاب اللي طلعوا لو حكينا انهم 100 200 هو يمكن العدد كان 300 400 طالب يعني بهالحدود. هم فعليا العدد اللي اجى هذا بدك تحسبه تقريبا من طلاب المركز، لانه باقي فروع البلقاء فعليا بعيده والاحتجاجات كانت بدون توجيه، يعني ما في مجلس طلبه وجهها انه والله احنا قبل فتره بدنا نطلع اعتصام. الاعتصام كان امبارح نزلت العلامات يوم الاثنين، خلص الطلاب ردت فعل انه احنا ثاني يوم بدنا نطلع اعتصام. هسه فعليا بهذا الوقت ما بتقدر تنظم اعتصام باعداد كبيره ومن جميع فروع البلقاء اللي هي منتشرة بجميع أنحاء المملكة زي ما الكل بيعرف. فعليا العدد اللي كان موجود هو من طلبة المركز تقريبا. بعدين ثاني إشي إنه العدد مش دائما له رمزية يعني أنت بتحكي إنه في 300 طالب طلعوا زي ما بحكي الدكتور من 40,000 طالب. قبل فترة الاحتجاجات اللي صارت عندنا بالأردن كانوا بدك تحكي 5-6,000 شخص، لكن أسقط حكومة بتحكم يعني 10 تنحاز إلى رأي سياسي يقول دائما بأن بالاحتجاج والوقفات السياسية الرقم لا قيمة له. المفروض يعني إحنا ما نهتم للرقم، نهتم إنه شو الأهداف إلى العناوين إلى المطالب. نعم. هسا هاي أول نقطة. النقطة الثانية إنه إحنا أنا وعبد الله طالعين على قناة. نعم. أول إشي إحنا مش ممثلين لطلاب الجامعة، إحنا ممثلين بشكل ولكن رئيسي لأنفسنا. إحنا بدنا ننقل الإشي اللي شفناه والطلاب اللي نقلوا وما تعانون. لأنه الممثل الوحيد بيكون لطلاب الجامعة هو مجلس الطلبة، وإحنا بجامعة البلقاء ما عندنا مجلس طلبة. طب دكتور ليش ما فيش مجلس طلبة في جامعة البلقاء؟ يا سيدي بخصوص مجلس الطلبة، يعني هناك الآن تتم دراسة إمكانية إنه يكون في مجلس طلبة. هناك جمعيات طلابية في جامعة البلقاء التطبيقية معينة تعيينها منتخبة؟ لا 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 منتخبة.
منتخبة. نعم. في خصوصية لجامعة البلقاء التطبيقية، كما تعلم جامعة البلقاء التطبيقية منتشرة على الأرض الأردنية من شمالها إلى جنوبها، وبالتالي في كليات في الشمال، في كليات في الوسط، في كليات في الجنوب. هذا هاي خصوصية للجامعة تختلف عن الجامعات الأخرى. ما في عندنا كامبس واحد أو يعني موقع واحد كل الطلاب فيه ويتم في مجلس طلبة أو اتحاد طلبة، وبالتالي بسبب هذه الخصوصية صار في انتخابات بكل كلية لوحدها، وهذه الكلية هم بشكل جامعة الطلابية وفي يعني وفي لهم مخصصات مالية ويقوموا بنشاطات مختلفة في الكليات المختلفة بسبب يعني البعد الجغرافي بين الكليات الجامعة، مش زي كل الجامعات الثانية انهم كلهم موجودين في نفس الموقع، وبالتالي في جمع يعني في جمعيات طلابية منتخبة من الطلاب موجودة هاي. قد يختلف المسمى بسبب خصوصية جامعة البلقاء وانتشارها على الأرض الأردنية، ولكن يعني هناك كيف تفسرون هذا الخصوصية يعني بما يتعلق بانعدام وجود مجلس طلبة وجود جمعيات كما ذكر الدكتور؟ لكن زي ما تفضل الدكتور في جمعيات طلابية مقسمة، كلية العلوم، كلية الهندسة، كلية الأعمال، كلية الأمير عبد الله بن قاسم. نعم. لكن الجمعيات الطلابية لم تكن قادرة على إيصال صوت الطالب. قبل فترة عانينا من مشكلة بسيطة أيضا، هي موضوع عطلة المد. نفرض علينا احنا اللي هو امتحانات نصفية بشرط وجود اسبوع او مثلا فترة معينة تساعد الطلاب على دراسة المادة الهائلة الموجودة عليهم. نتفاجأ انه من الفصل الصيفي الماضي التغت العطلة، وحاولوا يطالبوا في موضوع العطلة لكن تم اسكاتهم، وفي عند صدور العلامات ووجود مشكلة اللي هو نظام العلامات الجديد، معظم او بتقدر تحكي 90% من الجمعيات الطلابية اسقطوها. نعم. يقول لك احنا مش ممثلين، احنا مش قادرين نوصل الصوت، خلاص احنا انسحبنا لانه ما في فايده من وجودنا. هم اعلنوا انسحابهم من جمعيات اللي ما في فايده من وجودنا. بمعنى يعني انه احنا موجودين عشان نساعد الطلاب، ما ساعدنا الطلاب فما في داعي لوجودنا. ليش ما ساعدنا الطلاب يعني؟ وعلى الاستقالات اليوم كان هناك ما بيان لمجموعه من اعضاء المجالس هذه اعضاء الجمعيات اعلنوا عن استقالات. دكتور واضح انه 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 العلاقه ما بين الطالب والاداره في جامعه البلقاء علاقه متوتره. يا سيدي، اول شيء الاستقالات اذا فعلا في استقالات يجب ان تقدم الى اداره الجامعه، ولم يردنا لغايه الان اي استقاله من اي عضو في الجمعيات الطلابيه. نعم. وبالتالي هذه الجمعيات انتخبت من قبل الطلبه انفسهم، وهي يفترض انها تكون تمثل الطلبه. بخصوص الاستقالات لم يردنا اي استقاله لغايه هذه اللحظه رسميه، يعني ممكن قد يكون اعلن شخص بس يجب ان يقدم استقاله رسميه، لم تقدم الاستقاله لغايه هذه اللحظه. بخصوص الاحتجاجات اللي بحكي عنها انها لا تمثل بس المركز، لا، انا اليوم راجعنا عدد كبير من الطلاب اللي كانوا في الاعتصام يستفسروا عن علاماتهم كانوا من خارج المركز، وبالتالي الطلاب اللي كانوا موجودين لا يمثلوا مركز الجامعه لوحده. كان ايضا في كليه اخرى كان في احتجاجات بسيطه، تحدث معهم العميد واعضاء التدريس ووضحوا لهم هذا النظام واقتنعوا وانتهى الاحتجاج، وبالتالي كان بالامكان ان يكون في احتجاج في الكليات مش بالضروره ان ياتوا للمركز. معظم الكليات لم تشهد اي احتجاج على العلامات، وزي ما ذكرت على العكس في كثير من الطلبه يعني لاقى هذا النظام استحسانا كبيرا لديهم، وبالتالي قد يكون بعض العدد بسيط من الطلبة تضرروا من هذا النظام، ونحن نقدر ذلك ونقدر احتجاجهم على هذا النظام ونتفهم ذلك، ولكن بالمقابل في أعداد كبيرة جدا. ولكن يعني عفوا دكتور، ولكن تحدثوا في ملاحظة مهمة جدا هي ارتفاع معدلات الرسوم، هذا وهذا مؤشر على أزمة أكاديمية. عندي إحصائيات إذا بتسمح لي، يعني على الطلاب أيضا إذا بتسمح لي أعطيك إحصائيات من فضل. نظام العلامات على سبيل المثال في مركز الجامعة، في مركز الجامعة لوحده حصل على علامة A 5999 طالب بكل التخصصات، في كل تخصصات مركز الجامعة. نعم. في عندي إحصائية في الكليات الأخرى يمكن لا يتسع المجال لذكرها، ولكن مجموع الطلبة الذين حصلوا على علامة A في الجامعة وكلياتها المنتشرة 17898 طالب من أصل 45000 طالب، من أصل 43000 طالب و250 تقريبا. نعم. في عندنا أقل من 40 علامته أقل من 40 ونجح في مركز الجامعة الواحدة 135 طالب، يعني علامته أقل من 40% وحصل على علامة النجاح في المساق الذي يدرسه. في عندي 135 ألف طالب على مستوى الجامعة. مقارنة بالأعوام الماضية كيف تقرأ هذا الرقم؟ على مقارنة في الأعوام الماضية أنا عندي يعني منحنيات وبتحدد وبتثبت هذا الكلام أنه في ارتفاع في العلامات. على سبيل المثال هذا المنحنى يقارن النظام المحوسب يعني. النظام المحوسب والنظام اليدوي. نعم. ومنلاحظ ارتفاع نسبة الرسوب في النظام اليدوي وانخفاضها في النظام المحوسب.
يعني واضح من الكيرف انخفاض نسبة الرسوب في النظام المحوسب، لأنه زي ما ذكرت لك في أحيانا العلامات أقل من 50% وينجح الطالب في المساق، لأنه هذا النظام بتبع يعني إيش مستوى الطالب بالنسبة لزملائه في نفس المساق. هنا قد يعتقد عضو هيئة التدريس أنه أي واحد جاب تحت 50% لازم يرسب، وبالتالي رسب عدد كبير من الطلبة. واضح جدا أنه في هذا المقارنة أنه النظام الحاسوبي أنصف الطلاب بشكل أفضل. أيضا إذا بنلاحظ في النظام اليدوي تم حجب علامة الـ A والـ A minus، لم يحصل أي طالب في هذا المساق على علامة A أو A minus بالنظام السابق بالنظام اليدوي، اليدوي بينما نعم. بالنظام الحاسوبي في نسبة معينة حصلت على الـ A وحصلت على الـ A minus نعم. فالنظام المحوسب إجباري لازم في طلاب يأخذوا علامة A وعلامة A minus، هذا الكلام مش موجود في النظام اليدوي وهذا الدليل. وإذا بتحب في عندي مقارنات عديدة بهذا الشكل، نفس الشيء إذا بنلاحظ هون بنلاحظ نسبة رسوب عالية جدا، بنلاحظ انخفاضها في النظام الحاسوبي لأنه بيعتمد نظام النسب المئوية، وفي عليه شروط أيضا أنه أي طالب بحصل على أكثر علامة أقل من 50% يجب أن لا يرسب، وفي طلاب حصلوا على علامة 35% مقارنة مع زملائهم في نفس المساق حصلوا على النجاح في في المسار 35% 35 ونجح نفس نفس القيم موجوده عندك. اذا بتنتبه انت في المنحنى اللي هو بنحكي احنا المحوسب شوف عندك علامات اللي هي سي سي ماينس سي بلس قديش ارتفاعها، قارنها في الموجود في في حالات اللي قبل. طيب انا ارتفعت خلينا انا ذكرت في كلامي ممكن معدلات الرسوب تكون قلت شوي، لكن العلامات المتدنيه سي تعتبر متدنيه سي 2 من 4 قد يكون احيانا قد يكون احيانا لصالح الطالب وقد يكون مش لصالح الطالب، بس مش هالفرق الكبير. يعني ممكن ال 75 في النظام اليدوي ياخذ بي ماينس، ممكن في الحاسوبي ياخذ بي. بس يعني دكتور انت كاكاديمي عندما يحمل نظام علامات كهذا شكوى واحتجاج من قبل الطلاب، اليس هذا كافيا لتعديله وعادة النظر به؟ إذا الطالب لم يشعر بالثقة والأمان بما يتعلق بعلامته تحدد مستقبله وتقييمه ووظيفته في المستقبل ومنافسته على الوظيفة، وهذا أمر مشروع صح يعني صحيح. يطرحه نحن نتفهم ذلك، نتفهم احتجاج أبنائنا الطلبة، بس أنت ما أعطيتني فرصة أكمل إحصائية حتى أرجوك أنه هذا النظام أكثر عدالة. كما بدنا نستمع لملاحظات الطلاب لأنهم هم معنيين بشكل مباشر بالرد يعني على ما تطرحون صحيح. أنتم من معلومات وأرقام. أنا أعطيتك إحصائية أنه في أقل من 50% ونجح في عندي بالجامعة ككل في 9847 طالب حصل على علامة أقل من 50 ونجح. نعم. هل هذا النظام ليس لصالح الطالب ولم يساعد الطالب هذا النظام؟ في عندي أقل من 80% وحصل على علامة A، أقل من 80 وحصل على A يعني اللي هي أعلى علامة مفروض. نعم. يعني اللي هي بتعادل 4.0 4 من 4 بكون أخذ، وعلامة المئوية أقل من 80%. في مركز الجامعة لوحدة في عندي 666 طالب، في الجامعة وكلياتها في عندي 1961 طالب، أقل من 90 وحصل على A في عندي في مركز الجامعة 2879 طالب، في الجامعة ككل في 8446 طالب. نعم. وبالتالي بعطيك صورة، يعني هاي الإحصائيات بتعطينا صورة وين فائدة هذا النظام، إنه أنا مش بالضروري أخذ 95 حتى أحصل الـA. في وسط مرحلة إنه طالب علامته 57% بس كان من الطلبة المتفوقين مقارنة مع زملائه وحصل على علامة A. يعني فيها نوع من المعادلة العدالة، قد تكون الأسئلة الامتحان صعبة، قد يكون المدرس المادة متشدد، ومع ذلك أنا قارنت الطالب مع زملائه في نفس المساق، هذا من الطلبة المتميزين مقارنة مع زملائه وبالتالي حصل على علامة A. وهذه هي الفكرة الأساسية من نظام الأحرف أو الرموز، وبالتالي هذا النظام هو ينصف الطلاب. قد يكون بعض الطلاب يعني شاعرين بنوع ظلم، احنا نتفهم ذلك، ابنائنا الطلاب واحنا بنتفهم احتجاجهم على هذا الموضوع، بس زي ما ذكرت لك في عدد من نسبة كبيرة لاقت استحسانا او نسبة حتى ما شعرتش بالفرق بين السابق والحالي، وبالتالي احنا اليوم تكلمنا مع الطلاب مطولا وقلنا لهم انه صاحب القرار في حوسبة هذا النظام هو مجلس العمداء. نعم. وبالتالي صاحب القرار في إلغاء هذه الحوسبة أو عدمها أو مناقشة النظام هو مجلس العمداء. يعني يجب أن يجتمع مجلس العمداء مرة أخرى ويناقش هذه العلامات في نية ويتخذ في القرار هذا يعني طبعاً دكتور. طبعاً أي شكوى إحنا بتصلنا وبعرفوا أبنائنا الطلاب، إحنا في أي شكوى بتصلنا، وقد يكون أستاذ رئيس الجامعة هم بعرفوا إنه تليفونهم معه وعم بودوا له رسائل، وأي شكوى تتابع بشكل مباشر من رئيس نعم. الجامعة. تفضل عبد الله، يعني واضح انه في عندك ملاحظات على ما ذكره. في عندي طبعا ملاحظات. هسه دكتور انت طبعا مشكور على اللي قدمته من ناحية الاحصائيات الاشياء الموجودة،
بس فعليا ايش ايش يعني ايش الاختلاف عن مكان سابق لما كان الدكتور يشتغل على الكيرف تبعه على الماده تبعته للطلاب تبعونه؟ فعليا لو اعلى علامه كانت عنده 57 فعليا كان الطالب يستحق الايه، وبنفس القرار كان عندك برضه الطالب علامه النجاح ما كانتش 50، فما اختلف شيء، ما اختلف يعني عن النظام القديم، بس اللهم انه حوسبه صح، تم حوسبته وابعاد التدخل يعني البشري. الطلاب غير واثقين بالحوسبه ابعاد يعني أنا هذا اللي بتشوفه من كلام عبد الله وكلام اسامه في تعقيب صغير. طب احنا قلنا انه مش شيء جديد نظام المحوسبه، مش شيء جديد، بس اللهم يعني بس حوسبه، لا اناش نريح دكاترتنا من اشياء يدويه ونخليها حاسوب صح. طب كيف ظهرت كل هالفروقات هاي؟ اذا بدك تحكي تتكلم عن فروقات يعني فروقات هائله. خلينا نتذكر قبل ما ندخل على الاستوديو هون والمعلومه اللي وصلتوا لي اياها انه في طالب 91 و71 واثنين حصلوا على بي ماينس، ما اختلفوا. وقد تكون سمعتوني امامكم حطينا اشياء كثير مدير مركز الحاسوب على سمعتوه مزبوط انه يقول لك انه اللي بتحكوا انه اخذ 91 هو علامته ايضا 71. انا وصلتني اليوم معلومات كثير وكثير من الطلبه ابناء الطلبه كثير ناس معلومات مغلوطه. خليني اكمل معلش تفضل. الكثير من الطلبه الان يجوني بمعلومه انا علامتي 86 واخذ سي، قلت له النظام لا يسمح، نظام محوسب لا يسمح انك تاخذ علامه سي اذا انت كنت حاصل على العلامه بال80. نعم. وبالتالي هاي المعلومه مش دقيقه. قال لي لا انا متاكد انه علامتي 86. اعطيني علامته المئويه كانت 68 مش 86. يعني في معلومات مغلوطه عم تصل للطلاب بهذا الخصوص للاسف. ولكن هناك شعور بالظلم عدم العداله وهذا الشعور ممتد يعني. يعني اسامه واضح بانها هي يعني علاقه التوتر ما بين الطالب واداره الجامعه هي ليست مقترنه يعني تحديدا بمساله العلامات فقط، ولكن هذه هي الشعره التي قسمت ظهر البعير كما يقولون. تفضل. هسه بس تعقيب على كلام الدكتور بالكيرفات اللي وجدتنا اياها دكتور، لو تنتبه على علامه الاي والاي ماينس راح تلاقي عندك بالكيرف اللي انت ورجتنا اياه انه النظام القديم كان اعداد الطلاب اللي يجيبوا فيها اي واي ماينس مختلف كثير عن النظام الجديد. صحيح. مبين عندك بالكيرف. صحيح. وانه زياده العلامات صارت كلها بعلامات السي وسي وسي ماينس وسي بلس. تمام، وهي العلامات المنخفضه. يعني هي احنا فعليا هيك نزلنا نسبه العلامات اللي هي عاليه اللي هي الاي والاي ماينس، مع انه ممكن احنا نكون بشعبه فعلا اكثر من نص طلابها متميزين، ليش انه بس نسبه قليله هي اللي ليش تكون النسبه المحدده هي اللي تاخذ علامه عاليه؟ وبالنظام الجديد حتى هاي النسبه قلت عن النسبه اللي قبل. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه انه بيحكي الاستاذ فارس انه في عدم ثقه بين الطلاب والجامعه. هسه هي هاي اذا كانت موجوده فعليا ما بتكون انه والله نتيجه بس نظام علامات، هي فعليا صارت انه في كثير قرارات حسوا الطلاب انه هي بتظلمهم من الجامعه، فانه فعليا بطل في علاقه وديه بين الجامعه والطلاب. هسه في اكثر من قرار اللي هم اول شيء اللي هو بيعتبروه نظام العلامات الجديد انه هو ظالم امهم لهم. الشيء الثاني اللي هو نظام المد وعطلته. هسه اول ما صدر انه قانون انه بدنا نعمل امتحانات مد، كان القانون او اللي انحكى انه عندنا عطله المد بتمتد لمده اسبوع ومده الامتحان لمده ساعتين. نعم. اول فصل صيفي اجى راحت عطله المد على اساس انه الفصل الصيفي قصير ما في وقت نحط فيه عطله، راحت عطله المد وصارت مده الامتحان مده محاضره ساعه وربع. بالفصل الجديد صارت في احتجاجات انه احنا بدنا عطله مد، ما صارت عطلة المد وصار في احتجاجات بسيطة. عايشين على احتجاجات في الجامعة بكل مطلب وكل قضية واضح. أنا متتبع لأخبار الجامعة يعني احتجاجات كثيرة يعني تمارس ضد إدارة الجامعة. راحت الاحتجاجات وما صار في عطلة مد، الطلاب داوموا وصارت المدة ساعة ونص اللي هي في البداية كانت المفروض أنها ساعتين. وضح أول المد بس عبد الله مشاهد المشاهدين المد يعني. اللي هو أنه امتحان من 40 علامة من 100 وفي الفاينل من 50 و10 مشاركه، ف40 علامه انت راح تقدمهم كلهم مره واحده، فانت بتحكي يعني تقريبا نص علامتك تحددت في امتحان. هسه هاي اول نقطه. في القرار اللي طلع قبل كم يوم برضو كان الطلاب شافوه انه مجحف في حقهم، اللي هو قرار اللي بيمس الطلاب اللي بيدرسوا على مكرمه الجسيم. انه هو مكرمه الجسيم، مكرمه الجسيم بتكون من الجيش، بيكون نعم. احد الابوين عنده مشكله او كذا فباخذ مكرمه اسمها مكرمه الجسيم اللي هو بدرس موازي في الجامعه بس مجانا على حساب الجيش. نعم.
هسه المكرم هاي بتغطي ساعات دراسة الطالب فقط، يعني إذا الطالب 132 ساعة تخصصه هي بتعطيه 132 ساعة. هسه إذا الطلاب رسب مواد إشي طبيعي بده يعيدها بعد ما يخلص، بس بعيدها حسابه. القرار اللي صدر قبل كم يوم إنه ما بتقدر تسجل للفصل الجديد إلا لما تدفع المواد سعر المواد اللي عليه. نعم. سنتوقف عند هذا الحديث أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم سنعود إكمال حديثنا عن هذا الموضوع. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد، وأجدد الترحيب بضيوفي في الاستوديو، وأود التنويه بأن هنالك مشاركات واسعة على صفحة الأردن اليوم وبرنامج عين الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، ونعتذر من الطلبة المشاركين على الصفحة لأن خدمة الاتصال ليست متوفرة في برنامجنا، ولكن نترك هذا المساحات وهذا المسطع على الفيسبوك لترك تعليقاتكم وآرائكم، ويعني الدكتور متواجد معنا في الحلقة، كذلك إدارة الجامعة هي تتابع هذه التعليقات والملاحظات التي تبدونها حول هذا الموضوع، ونأمل أن تكون في محط اهتمام من قبل إدارة الجامعة. يعني أسامة قبل الفاصل توقفت عند ملاحظاتك بما يتعلق بمطالب الطلبة التي يبدو بأنها لا تحل ولا تعاد النظر بها من قبل إدارة الجامعة إلا بالاحتجاج. هي أول فكرة اللي هي حكينا امتحانات المد أنه نعم. صار في احتجاجات بس ما تغير شيء، ظلت نفس الشيء. الشغل الجديد اللي هي قبل كم من يوم ولسه يعني طازة جديد الخبر، انه طلاب مكتوم الجسيم اللي حكينا انه المفروض كانوا يدفعوا المواد اللي برسبوا فيها سعرها بعد ما يخلصوا، لما يجي بدهم يدرسوها من اول جديد يعيدوها، صار المفروض انه هسه طلع قرار انه قبل ما يسجلوا الفصل الجديد بدهم يدفعوا رسوم المواد اللي عليهم. هسه هو فعليا الموضوع جدا صعب، لانه انت كيف بدك تامن رسوم مثلا لو عليك 6 ساعات وست ساعات بالجسيم موازي وبتدرس باغلى جامعه حكوميه بالاردن، فانه اغلى جامعه نعم اغلى جامعه حكوميه بالاردن جامعه التعليم الموازي وحتى بالتنافس، فانه كيف بدك تامن هذا المبلغ بسرعه كبيره وانك تسده قبل التسجيل، يعني حتى ما في وقت انه سحبوا الاضافه بعد اسبوعين. نعم. فانه كيف بدك تعمل هاي الشغل؟ دكتور اسعاركم مميزه في رسوم الجامعه الساعات الدراسيه في التنافس سيدي. العادي لا يا سيدي، يعني انا ما بدي اذكر والموازي. انا ما بدي اذكر اسماء جامعات على الهواء، بس هناك جامعات حكوميه تكاليف الساعه الدراسيه اعلى من جامعه البلقاء التطبيقيه. نعم. لسنا بصدد ذكر اسماء الجامعات هنا، ولكن يعني بامكانك تدخل على اي موقع اي جامعه وتشوف ايش اسعار رسوم الساعات الدراسيه، وبالتالي راح تتضح لك انه احنا قد نكون في بعض التخصصات الاقل تكلفه في الساعات، وفي بعض التخصصات في المستوى المتوسط. نعم. وهناك جامعات حكوميه اكثر كثيره هي اسعار ساعاتها اعلى منه. نعم. ومواقع الجامعات موجوده وبامكانك تدخل عليها. ولكن يعني من هذا الكلام. يعني اليوم الطلاب يعني في تعليقهم في مطالبهم التي ذكروها احتجاجا لنظام الساعات اتهموكم بالجبايه، بانكم ترمون من وراء هذه السياسه باستخدام هذا النظام لاسقاط الطلبه حتى يبقوا يعودوا تسجيل المواد الدراسيه مره اخرى. يعني انا بشكرك على الاتهامات اللي وجهتها حضرتك لها. انا مش وجهتها، هذه اتهامات من الطلبه ومن البيانات التي صدرت عنهم اليوم وليست من هناك دكتور. توتر بين اداره الجامعه والطلبه، قد يكون بعض الطلبه لا غير راضين عن نظام العلامات، قد يكون غير راضين عن بعض الامور، ولكن هناك زي ما ذكرت 43 الف طالب في الجامعه وفي عدد كبير راضي. الجباية هي ليست جباية يا سيدي، احنا نتجه بان تكون الجامعة هم يقولون بانكم أوكي. تمارسون نتجه تحسين مستوى خريجين الجامعة. نعم. وبالتالي تهدفت الجامعة انه من ضبط جودة مخرجات التعليم في الجامعة. هذا الكلام بتطلب انه لا ينجح في المساق الا من يستحق النجاح، وبالتالي ان لما بتحكي عن علامه A انت بتحكي عن طالب متميز بامكانه بكل سهوله انه ينتقل لمستوى اعلى في التخصص المساق اللي درسه. لما بتحكي عن طالب B دكتور بما يتعلق بنظام الجسيم، يعني نظام الجسيم والمبتعثين بشكل عام يا سيدي، هذا مش صلاحيه جامعه البلقاء التطبيقيه، سواء الجسيم او المبتعثين للجامعه بتم دفع رسومهم من جهات المبتعثه، وبالتالي الجهات المبتعثه ترفض ان تدفع لنفس المساق مرتين. نعم. يعني انت لما لا يحالك في النجاح في هذا المساق
بتعيد المساق مره ثانيه، الجهه اللي بتبعثك ترفض انه تدفع بدل هذا المساق، وبالتالي مين بده يتحمل، مين بده يتحمل لها؟ هل تستطيع الجامعه ان تتحمل؟ طبعا لا، مفروض انه الطالب يتحمل هذا لانه الجهه المبتعثه لا تدفع بدل هذا المساق. اضافه الى ذلك اذا صار في اي تاخير احنا لدينا جهات رقابيه استاذ فارس، يعني اذا ما قضينا الرسوم وتاخرت بيجينا استيضاح من ديوان المحاسبة او من اي جهه رقابيه ثانيه انه في رسوم مستحقه للجامعه ولم تحصلها الجامعه، يعني وبالتالي لا يوجد امكانيه لدى الجامعه ان تتجاوز هذه النقطه. هو الجهه المبتعثه هي المسؤوله عن دفع الرسوم، لا لم يحلفك النجاح في الرسوم بدك تتحمل المسؤوليه وتدفع انت بدل رسوم هذه المساق اللي لم يحلفك النجاح فيه، فبالتالي ليس للجامعه يد في ذلك على الاطلاق. اما بخصوص الامتحان المد، امتحان المد يا سيدي هو فرض او تم اقراره هو في نوع من مصلحه الطالب، لانه انت بتعرف يمكن الفصل 16 اسبوع ببلش امتحانات الفيرس بعد الاسبوع الخامس، ما بينتهي من الفيرس الطالب بكون دخل بامتحانات السكند، واحيانا يصير تداخل بيناتهم ما في فرصه للطالب انه يدرس. فاحنا ارتئينا انه قد يكون، ودرسنا جامعات عالميه عديده، ارتئينا انه قد يكون من مصلحه الطالب انك تعطيه فرصه انه ياخذ امتحان واحد يركز فيه على دراسه الماده. وفي بدايه الموضوع زي ما ذكروا ابناء الطلاب انه كان هناك في عطله اثناء الامتحان. نعم. الان التقويم السنوي لما اقر نظام المد كان مقر، وبالتالي لما حاولنا نعمل عطله في هذا الفصل الدراسي كان في عدد من ابنائنا الطلاب اللي من خارج الاردن، وكانوا مرتبين امورهم وحجوزات سفر على نهايه الفصل بدون وجود عطله في امتحانات المد. نعم. فاضطرينا في هذا الفصل، اسمح لي استاذ دكتور، لانه معنا اتصال على الهاتف. أوكي. فاخر دعاس رئيس على الحمل الوطنيه اللي ذبحتونا، تفضل. اضطرينا في هذا الفصل انه يعني يتحملونا ابنائنا الطلاب حتى ما نظلم زملاء لهم ثانيين صاروا مرتبين امور سفرهم وحجوزات والتزامات ثانيه في نهاية الفصل المفروض انهم ملتزمين فيها، ولكن اعتبارا من الفصل القادم راح يكون هناك عطلة في امتحان. نعم. بس يعني ناخذ ثواني. تفضل عبد. احنا قلنا عدد الطلاب لجامعة البلقاء 49000، هذا لا يعني 43250 طالب. هذا لا يعني 300 طالب راح يسافر اخر الفصل انه الكل ينظلم فيه، نلغي العطلة عشانهم. هلا انت المادة اللي راح ندرسها مبرر غير منطقي، يعني حد المادة اللي راح ندرسها ليش اسمح يعني اعطى خيال خلال شهرين. درسنا يعني انعكاس ذلك على الطلاب بشكل عام، مش على طالب او على طالبين. في ابنائنا الطلاب من خارج الاردن في نوع من الالتزامات لهم، واحنا ولكن يقول انا عدد 300 طالب راعينا. لا لا لا، في اعداد اكبر أكثر من هيك، 300 طالب في اعداد في بالهندسه التكنولوجية لحالها ما يزيد عن 700 طالب. يعني هذا الدافع فقط من وراء هذا الدافع ومع ذلك راعينا. لما بحكي انه امتحان كان ساعه ونص بدل ساعتين، امتحان الساعة نص روعي انه يكون عدد الاسئلة اقل بحيث انها تتغطي الساعة نص تغطيها. القضية الثانية، ما في جامعة من الجامعات الاردنية في امتحانات خلال الفصل بتعطي للطلاب. دكتور ناخذ الاتصال معنا، اعزائي المشاهدين معنا الان اتصال من فاخر دعاس رئيس الحمل الوطنية ذبحتونا. مساء الخير استاذ فاخر. أستاذ فارس. نعم. أستاذ فاخر، أنت اليوم صدرت بيانا قلت به بأن طلبة البلقاء قادرون على سحب القرار. أهلا وسهلا فيك أستاذي، وتحية لنائب رئيس جامعة البلقاء للطلاب الأعزاء. إحنا يعني اليوم كان في حراك طلابي، اعتصام حاشد للطلبة، اعتصام يعبر عن سخط الطلبة وغضبهم من إجراءات قامت فيها إدارة جامعة البلقاء، واللي تمثلت مؤخرا بنظام الترميز للعلامات والأفرز اللي تم تطبيقه بنهاية الفصل. باعتقادي بأنه المشكلة الأساسية في جامعة البلقاء والجامعات الرسمية بشكل عام أنه غياب الثقة ما بين الطالب ورئاسة الجامعة وإدارات الجامعات. طلبة الجامعات الرسمية يشعرون بأن أي قرار يتم اتخاذه متعلق بالطلبة هو قرار مادي بحت. ماذا تقصد بمادي يعني؟ قرار جباية. نعم. الهدف منه الجباية بشكل أساسي. هذه هيك شعور الطلبة، يشعر الطلبة إنه إدارات الجامعات تحاول أن تسد عدم قيام الحكومة بتقديم الدعم للجامعات من خلال أن تقوم إدارات الجامعات بسد هذا العجز من خلال جيوب الطلبة، وبالتالي تتفنن إدارات الجامعات الرسمية باختلاق كل السبل والطرق
لجني المزيد من الأموال من قبل الطلبة. هذا الشعور اللي يراود الطلبة، وبالتالي الطلبة يشعر بأنه أي قرار يتم اتخاذه. هذا هو شعور أم حقيقة؟ يعني نتحدث نحن الآن بالقضية، يعني الطلبة يشعر بهذا الشيء، يشعر بهذا الشيء على أرض الواقع. الطالب لما يشوف أنه رسوم مراجعة الامتحان ارتفعت من دينار لخمسة، بده يتوقف أمام الموضوع أنه شو المصلحة من أني أرفع الرسوم أربع أضعاف مرة واحدة دون أي حكمة من ذلك. يعني فهمت علي؟ لما أنا الطالب يشوف أنه نظام علامات تم وضعه دون أن يتم توضيحه للطالب بالحد الأدنى، حق الطالب الأساسي، أنا داخل على جامعة بدي أعرف كيف بنحط العلامة فيها عشان أنا بناء عليها أحدد آلية شغلي أنا. الطالب شو اللي صار؟ هو في طلاب مثلا فصل تخرج، هلا هذا الطالب إجا بحكي لك أنا بدي أخذ مادة اختيارية بالجامعة، ما متطلب جامعي عشان أرفع معدلي جاي حدود 60، برفع لفوق 60 وبتخرج. هذا الطالب تفاجأ بأنه على النظام الأفرج الجديد هو علامته 85 نزلت في ماي. نعم، يعني هذا دكتور فاخر دعاس، هذا ما تحدث به الطلاب وما نقلوه من يعني من عبر حلقتنا اليوم. شكرا جزيلا لك الدكتور فاخر دعاس رئيس الحملة الوطنية ذبحتونا من أجل حقوق الطلبة، شكرا لك. يعني استمعتم إلى ما تحدث به رئيس الحملة الوطنية. بتعرفوها الحملة ذبحتونا؟ سمعتوا فيها قبل المرة؟ ما صراحة مش أنا. لا السؤال لأسامة، عفوا لعبد الله بس ما أول مرة مهتم كثير. أول مرة صراحة. نعم. لا معروفة، بس هي آخر فترة يعني ما كان لهاش حركة كثير. نعم. نوعا ما، بس موجودة حركة ذبحتونا تدافع عن حقوق الطلاب بالجامعات الأردنية. والبيان الذي صدروه اليوم قرأتموه تابعتموه؟ لا صراحة، لأنه كنا مشغولين في الاتصال يعني في بيانات أو غيرها. من العشرة للخمسة كنا بالجامعة. نعم، تفضل دكتور. يعني سيدي، يعني الدكتور فاخر بحكي إنه هذا الكلام بهدف الجباية. وانا يمكن في عندي امثله كثيره اللي بتحبوا افرجيكم اياها، وابنائنا الطلاب مقتنعين بهذا الكلام انه نسبه رسوب اقل، فكيف يكون نسبه رسوب اقل وبنفس الوقت جباية؟ يعني في تناقض في هذا الكلام. اسمح لي، عندما تزيد نسبه الرسوب ممكن تتهم الجامعه انها بعمليه جباية، بينما عندما تقل الرسوم هو اللي عم بيصير العكس، ما في اي نوع من الجباية، بالعكس نظام العلامات المحوسب نسبه الرسوب اصبحت في اقل بكثير، وبالتالي اين الجباية في ذلك؟ انا مستغرب من هذا الاتهام. مقابل دكتور، انا ماده انا دي ناجح، دي بلس ناجح، سي ماينس ناجح، لكن هذول معدل هذول تحت الاثنين. طيب تحت الاثنين، معدل تحت الاثنين تحت التخصص. الان انتم تكلمتوا على انه ايه، عاده في كل اساليب التقييم للعلامات يجب ان يكون المنحنى توزيع العلامات منحنى طبيعي. ايش المقصود بمنحنى طبيعي؟ انه العلامات اللي بالمعدل لها اكبر نسبه تكرار، والعلامات اللي على الاطراف لها اقل نسبه تكرار. هذا بكل وسائل التقييم. ما هي الأطراف وما هو المعدل؟ الآن المعدل لما بنحكي عن سي بلس على سبيل المثال أو سي، هذا هو المعدل العلامات سي، فبالتالي هذا السي مفروض تكون بالوضع الطبيعي، وإذا كان الامتحان فعلا يقيس ويميز بين الطلاب يفترض أن يكون أعلى تكرار على العلامة سي. والآن العلامات الراسبة قليلة، والعلامات اللي ماخذة إيه كمان أقل، والآن نحن بنحكي عن نسب تتراوح من 6 إلى 12% 5 او الى 6 و7 و9 و11 و12%، وبالتالي الفروق بيناتهم مش كبيره. الصح انه يكون توزيع العلامات منحنى طبيعي، وبالتالي حتى يكون منحنى طبيعي بوضع طبيعي انه يكون السي هو الاكثر تكرارا. نعم. وهذا معروف على مستوى العالم في وسائل يعني انت دكتور المختلفة. تدافع بمثاليه عن النظام، ولكن الطلاب يعني يحملون رايا اخر. خلينا دكتور أكمل. بس في يعني معلش اكمل ذكر اكثر من نقطه بدي احكي. لا دكتور، انه في احد الاكاديميين، هل صحيح بانه تم فصله من الجامعه على خلفيه انتقاده لهذا النظام؟ لا يا سيدي، يعني أنا بعرف مين الشخص اللي بتحكي عنه، الناس يذكر اسمه كمان، هو تم فصله من الجامعة لأنه لم يلتحق في بداية الفصل الدراسي بعمله، وهو أصلاً كان على وشك أنه يفصل من الجامعة لأنه لم يتمكن من تقديم أبحاث للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، وبالتالي غادر خارج البلاد ولم يعد إلى الجامعة، وتم طلب منه العودة وتقديم استقالته لأنه لا يجوز أن تقدم استقالتك من عملك إلا عندما تكون على رأس عملك، ورفض أن يعود إلى البلد، رفض أن يعود إلى الأردن ويقدم استقالته، وبالتالي تم اعتباره فاقد لخدمته. نعم. سينضم إلينا أعزائي المشاهدين في اتصال هاتفي سعادة الدكتور عبد الله الزعبي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية. مساء الخير دكتور.
مساء الورد يا هلا فيك. دكتور، يعني اليوم الجامعة شهدت احتجاجات طلابية واسعة جدا على نظام العلامات، كما أن الطلاب حملوا أيضا مطالب أخرى يعني تتعلق بمجموعة من الأمور المنظمة لعلاقتهم مع الهيئة الأكاديمية ومع إدارة الجامعة. يعني تفضل دكتور. تسمح لي الدكتور سعد يعني جاوبك على كل الأسئلة، إلا أنا هلأ تركت الوفد الضيف اللي من خارج الأردن وأنا كنت معهم. نعم. كان أجاوب لما عم بعده صار الاتصال. أولا، علاقة الجامعة مع كافة أبنائنا الطلبة علاقة مميزة جدا ومنفتحة، لا بل كافة أبنائي الطلبة بيرسلوا لي كل الرسائل التي تحال مباشرة إلى نواب الرئيس والعمداء لمتابعتها. نعم. إلا أنه عندما يتم التحدث عن موضوع الجباية، لو كان الموضوع موضوع جباية لما قامت الجامعة بتخصيص مبالغ مالية لدعم الأفكار الابتكارية والإبداعية لدى الطلبة، لا وكما ذلك ولما قامت الجامعة بإرسال أبنائنا الطلبة من الهندسة التكنولوجية من أبنائنا من عند زملائنا اللي قاعدين أبنائي اللي قاعدين معك إلى أمريكا وكذلك من بعض الكليات الأخرى إلى فرنسا وإلى إسبانيا وإلى التشيك وإلى تونس وإلى مصر للمشاركة في الورشات العلمية وعرض إبداعاتهم وابتكاراتهم، ولو قمنا بتحديث المختبرات خلال سنتين بمبلغ 6.4 مليون دينار، ولما نزلنا بعطاءات كافية لتحسين البنية التحتية والبنية التكنولوجية في الجامعة. أما ما يخص الذي تحدث به الدكتور فاخر دعاس، فالدكتور فاخر دعاس لا يمثل أي جهة، لأنه أي جهة يجب أن تكون ممثلة، يجب أن تكون مسجلة في وزارة الداخلية حتى تصبح. ولكن هو يرأس حملة وطنية تسمى ذبحتونا، وهذه هي مؤطرة وتدافع بشكل منتظم ومستمر عن حقوق الطلاب، وهو ليس متواجد معنا في الاستوديو حتى يرد عليك سعادة الرئيس. اسمح لي. أي منظمة مدنية عندما تفضل دكتور، عندما تكون أي منظمة وطنية مؤسسة وطنية عندما تكون موطرة يجب أن تكون مسجلة في مؤسسات الدولة الرسمية. نعم. أما أبنائي الطلبة فنحن كما تحدث الدكتور سعد أعلننا لهم بأنه الاعتراض مجانا ونحن جاهزون لدراسة أي ملاحظات تصلنا منهم، ورح نداوم الجمعة ورح نداوم السبت كما تحدث لك الزميل لمعالجة أي خلل قد يكون موجود وحتى لا يظلم أي طالب من طلبتنا. نحن حريصين جدا على تجويد مخرجات التعليم العالي والتي ينادي فيها سيد البلاد، سواء كان في أوراقه النقاشية أو في خطاباته أو لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. نحن لا نريد حملة شهادات لا يتميزون لا يتمتعون بالكفاءة والتميز والدقة حتى يكونوا منافسين سواء كان في سوق العمل المحلي أو سوق العمل الإقليمي، وأنت تعلم ذلك بأن الشهادة لم تعد كل شيء، إنما التميز والدقة والتخصص والكفاءة والقدرة على تقديم المهارة المطلوبة لسوق العمل هي ما نحن بحاجة إليها. وأنت تعلم أيضا أن أي عملية اتخاذ قرار أي قرار يصب في مصلحة المؤسسات الدولة ومصلحة الجامعة وأي عملية إصلاحية لها بعض المعارضين. أما أنا إذا يعني عم بالو على استعداد أرسل لكم كافة الرسائل التي توصلني من كافة أبنائي الطلبة الذين يقولون نحن يا دكتور نطالب بأن يبقى النظام حتى لا يبقى هناك أي تدخل بشري. ولكن بماذا تفسر هذا الاحتجاج يعني دكتور؟ يعني الطلبة يعني يحتجون ونزلوا إلى الشارع إلى الميدان ونفذوا اعتصامات واحتجاجات بشكل مباشر، وهذا يعبر بشكل أو بآخر عن إحساس بالظلم. اسمح لي جاوبك زميلي يمكن الدكتور سعد. نعم. طب دكتور، أليس هناك من فرصة لمراجعة هذا النظام؟ اولا جاوبك زميلي الدكتور سعد وهو يعني معني في هذا الموضوع، واحنا معنيين ايضا نسمع الاجابه منك يعني دكتور. راح تسمع مني صدق. انا بقول لك انه النظام هو ليس نظام جديد، هو نظام يدوي، وانت تعلم بان مؤسسات الدوله كلها الان تحوسب انظمتها. نعم. وهذا اخر نظام في جامعه البلقاء تم حوسبته، وبكون هيك اكتملت حوسبه الانظمه بالكامل، وبالتالي لا يتم التدخل بعلامات الدكتور. الدكتور هو اللي بيقدم العلامة وهو اللي بيدخلها إلى نظام الحاسوب، كل ما هنالك أنه النظام
هو بيقوم برسم منحن علامات وبيطلع الرموز ايه وايه مانوس لابنائي الطلبه. فما في حدا، ما في نهائيا اداره الجامعه لا تتدخل في الدكتور ولا تتدخل في علاماته، انما كان زي ما حكى لك الزميل الدكتور سعد انه هناك للاسف كانت صوره مغلوطه لبعض ابنائنا الطلبه بانه انا حاصل على تجميع كذا، وبالتالي كان القرار اليوم بعد ما اجتمعنا مع نواب الرئيس انه ننزل العلامات حتى كل طالب من ابنائي الطلبه يعرف تجميعه واللي حصله لدى الدكتور. وبالتالي نحن لا جامعة وإدارتها لا تتدخل بقدرات بتقييم الدكتور للطالب، والدكتور هو اللي بحط العلامة فقط لا غير. يعني دكتور عبد الله أيضا سمعنا من الطلبة ما يتعلق بالتشاركية والتشاور وغياب تمثيلهم بما بالاشتباك مع القضايا التي هم معنيين بها، لا مجالس طلبة موجودة في الجامعة، جمعيات شبه موقفة ومعطلة ومنحلة وأعضاؤها قدموا استقالاتهم والتي تمثل الطلاب، وهذا شكل من أبسط أشكال وأدوات العمل الديمقراطي لنسميه. تفضل دكتور. يعني خلينا أقول لك أنه لحد أولا الجمعيات هي جمعيات تنتخب مباشرة من الزملاء الطلاب من أبناء الطلبة في كل كلية على حدة، لا تتدخل إدارة الجامعة ولا تعين، أما الجمعيات تنتخب انتخاب. وإدارة الجامعة منذ استلمتها أنا شخصيا كانت مخصصات الجمعية سلفة مالية مقدارها 100 دينار، إنما أصبحت الآن لكل جمعية بكل كلية من الكليات مبلغ 500 دينار تصرف وتكرر. إذا بتصرفوها الطلاب الجمعيات خلال شهر على نشاطاتهم تكرر الشهر الآخر الشهر الذي يليه بمبلغ 500 دينار على نشاطات الطلبة. فالمخصصات المالية متاحة، وكل ما هنالك أنه الشباب أبنائي يفعلوا حالهم، واحنا موجود المبالغ الماليه المرصوده لنشاطات الجمعيات الطلابيه ولا نبخل على ابنائنا الطلبه. واقول لك انه اول جامعه خصصت مبلغ 100,000 دينار لدعم الافكار الابداعيه والابتكاريه لدى الطلبه. اعطيني جامعه في الاردن ارسلت طلابها للمشاركه في مؤتمرات خارج الاردن، ارسلت طلابها للمشاركه في المهرجانات العلمية والمسابقات. دكتور عبد الله الزعبي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، شكرا جزيلا لك على هذا الاتصال، يعني رسائل إيجابية من رئيس الجامعة. أكيد دكتور، المفروض أنه رئيس الجامعة يعطينا رسائل إيجابية وما إلى ذلك. أنه يمكن نظام تطبيق العلامات الجديد زي ما بيحكوا أنه هو نفس النظام بس مجرد أنه صار محوسب، لكن نسبة من الطلاب، ما بدنا نحكي معظمهم لأنهم بيحكوا نسبة قليلة، شايفوا أنه نظام العلامات الجديد ظلم إلها. لكن بس في عندي ملاحظة على قصة الجمعيات الطلابية، هي الجمعيات الطلابية بصدر عنا بالمركز بصدر إعلان من العمادة أنه على الطلب الراغبين بأنه يكونوا في الجمعيات الطلابية يجوا على العمادة ويطلبوا، بروح الطلاب عند العمادة، ما بعرف كيف آلية الاختيار بتصير، بس انه ما بعرف اذا هي تعتبر تصويت لانه الطلاب ما تدخلوا فيها فعليا، يعني لا تعتبرها ديمقراطيه. الطلاب راحوا رشحوا حالهم ولا للعماده، ولا تمثيل للطلاب، راحوا رشحوا حالهم للعماده، العماده شافت انهم كفؤ واختارتهم، لكن وين تصويت ليس الطلاب؟ ليس هناك صندوق اقتراع؟ لا ما في دكتور. يعني انا بستغرب انتخابات بدون صندوق اقتراع، انا بستغرب انه ابننا يعني كهذا الكلام، لانه هناك انتخابات تجرى في جميع الكليات في نفس اليوم بصندوق اقتراع، بصندوق اقتراع الا نعم. في حاله واحده لا يكون صندوق اقتراع، عندما يكون عدد الطلاب المرشحين يساوي او اقل من عدد المقاعد المفروضه وبالتالي يفوزوا بالتزكيه ولا حاجه للاقتراع في هذه الحاله. اما كل الكليات تجرى فيها انتخابات في نفس اليوم وبنفس الطريقه وتحت اشراف الكليات كل على حده، فالحالة الوحيدة اللي ما بكون في صندوق اقتراع انه يكون طلاب فازوا بالتزكية. نعم. اذا الطلاب العدد اللي ترشح اقل من المقاعد ليش بدك تعمل اقتراع وصندوق اقتراع بالحالة هاي؟ ممكن نحكي انه في اقتراع او ما في اقتراع بغض النظر عن آلية اختيارهم، لكن هل دور الجمعيات الطلابية فعال 100% في الجامعة؟ هذا الدور بيعتمد على هل تقدر الجمعيات الطلابية يصل صوتنا كطلاب في الجامعة؟ في اجتماعات مكررة وكل فصل بيجتمع على الأقل، لكن في الاجتماع الرئيس ونواب الرئيس والعمداء بيجتمعوا مع طلاب الجمعيات وبتنطرح قضايا وبتم متابعتها. الآن إذا أنت في قضية خاصة ما بتوصلها لهم أو هم ما بوصلوها، هذا موضوع آخر. الطلاب بشكل عام، لكن يعني سينضم إلينا أيضا في اتصال هاتفي الطالب محمد الرواجفي، إذا الاسم ذكرته صحيحا، رئيس الجمعية الطلاب العلمية. نعم تفضل محمد. ألو الو مساء الخير. تفضل محمد،
أنتم اليوم قدمتم استقالاتكم احتجاجا على نظام العلامات. أول شيء سيد الله يعطيك العافية، أنا نائب رئيس الجمعية في كلية الأنستيكولوجية البوليتكنيك ولست الرئيس. تفضل. نحن في كلية البوليتكنيك لم نقدم استقالتنا، ولكن في جمعيات الطلابية في المركز خلال وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك إعلانات عن الاستقالة، ولكن نحن نضع جنبنا إلى جنب مع أخواننا الطلبة في كل فروع جامعة البلقاء التطبيقية، وصدر يوم أمس نظام العلامات الذي أربك الطلاب، وكان اليوم اعتصام للطلاب في جامعة البلقاء التطبيقية المركز. نعم. محتجين على هذا النظام، وذهبنا نحن ممثلين للطلبة في كلية التكنولوجية، أي نحن ممثلين لأكثر من 9000 طالب، وأغلب وقد حصلنا على هذه المقاعد من خلال انتخابات وصناديق اقتراع كانت في شهر 4 الماضي، ولكن ليس لدينا علم كيف تتم عملية اختيار الأعضاء في باقي كليات جامعة البلقاء. نعم. وتم وقد ذهبنا إلى رئيس الجامعة، وقد تحاورنا بوجود النائب معتز أبو رمان. نعم، هناك كان حديث عن وساطات نيابية، نعم تدخلات نيابية، محمد الرواج في الطالب، محمد الرواج في جامعة البلقاء التطبيقية، نائب رئيس الجمعية العلمية، شكرا جزيلا لك. يعني نعاود إكمال حديثنا عن هذا الموضوع، يعني دكتور هل سيتم مراجعة النظام؟ يا سيدي احنا معانا أقل من نص دقيقة. يا سيدي أنا بؤكد لك أنه النظام يحقق العدالة للطلاب، ومع ذلك نعم لا ترد أي ملاحظة من أي طالب لإدارة الجامعة إلا وتم متابعتها ودراستها وبكل دقة. نعم. أنتم ما ظنون في الاعتصام غدا؟ لا دكتور. اسمح لي أكمل. دكتور إحنا الوقت البرنامج يعني شارف على الانتهاء، تفضل. دكتور أنتم كان في وعود خلال الاعتصام، أنت شخصيا دكتور وقفت وقلت راح النظام العلامات راح يلتغى، بس بدنا مدة 10 دقائق لإصدار الكتاب، وظلينا ناطري نستنى بس اللي هو إصدار الكتاب. دخلت غبت ساعة أو ساعتين وثلاثة. لا أنا لا ما احترامي هذا كلام مش دقيق، أنا خلال الاعتصام كان كلامي واضح. كان إنه بدنا نعقد جلسة مجلس عمداء، لأنه من أقر هذا النظام هو مجلس العمداء، وصاحب الحق في إلغاء هذا النظام هو مجلس العمداء وليس رئيس الجامعة، وكلامي في هذا المجال كان واضح جدا. لا يحتمل اللبس. عبد الله هنالك اعتصام غد بإذن الله، وهناك دعوات للطلاب وجهتوها أيضا، تحقق لها أي مطلب من مطالبها. نعم. طلاب ما تسمح حتى تحقق لها لو أدنى مطلب من مطالبها. نعم. وقت البرنامج انتهى، شكرا الدكتور سعد أبو قديس نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، شكرا جزيلا لك، والطالب عبد الله الحموري شكرا لك، والطالب أسامة اللحام شكرا لك. أعزائي المشاهدين، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في عين الحدث، طابت أوقاتكم.